الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
كتابه أمسي لقائي.
We'll be right back.
ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله Allah, sallallahu ala Muhammad.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي قال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل فإن أبي مت في أحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جايعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتشت تدا حزني فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أكون
لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوة. فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى آداره فأطمه وألبسه لباس العين فخرج الصبي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعا فشابعا وكنت عاريا فكسي وكنت بغير أبي فأصبح رسول الله أبي وعائشة وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخوتي. فقال له الصبي أحد الغزوات مع رسول الله عمالا
أعمالا مقبولا. الله ربي الله حسبي berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. عمالا صالحا عمالا مقبولا.